شكرا سيد الرئيس. في إطار المادة 151 من النظام الداخلي أتناول الكلمة للتذكير بموضوع هام جدا، ويتعلق الأمر بتطبيق المادة 152 من النظام الداخلي اللي تتعلق بإخبار الرأي العام الوطني بموضوع عام وطارئ. والحال أن المادة 152 تتنص على الإشعار 24 ساعة قبل افتتاح الجلسة. على الأقل اليوم احنا قدام واحد يعني الاستحالة تطبيق هذه المادة. إلى حنا الطلب على المكتب تينتظر نهار ثلاث، ونهار ثلاث عادي يصيفطوا الحكومة غتقبل أو ما غتقبلش. وهكذا كاين مواضيع طارئة واللي خصنا نناقشوها يعني كل أسبوع، مع الأسف ما تلحقولهاش لأن كاين واحد يعني الاستحالة لتطبيق المقتضيات ديال النظام الداخلي. فالمرجو كالعادة البحث على حل اللي غادي يمكننا ومتنوير الرأي العام. شكرا. شكرا.